بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بعد والشكر لله، اللهم لا اعتراض على قضاء الله. صاحب المؤسسة اللي وقع فيها هذا المشكل هذا، الحمد لله المؤسسة عندنا واحد السمعة طيبة. هذا الشيء اللي وقع احنا تنعتبروه ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. احنا الوليدات اللي عندنا راه تنعتبروهم اكثر من ولادنا، والحاجه الا قصتهم شي حاجه راه بحال قصت وليداتنا. الحمد لله تنحاولوا ما امكن باش نسهروا عليهم ونوفروا لهم الحمايه داخل المؤسسه. ما يمكنناش حنايا الناس جايبين لنا وليداتهم وغادي نفرطوا فيهم بهذه الطريقه هذه. احنا مسؤوليه كنتحملوها كبيره الا مشى لنا شي واحد ولا ضاع لنا شي واحد ولا شي حاجه. احنا الا لاحظتي راه غير الباب راه دايرين اللي حنا قفل. ملي تيجي الولد عندنا حنا المؤسسه، ملي تيعطي الولد للام المربيه راه تنحلوا القفل باش يدخل، وعاوتاني منين يدخل الطفل تنحلوا نسدوا القفل. كل مربيه عندي ثلاثه ديال المربيات، كل مربيه كتقوم بالدور ديالها، وما يمكنش ديما البيبان مفتوحين، ديما الشراج مفتوحين. بالاضافه للمربيات كاينه المسيره ديال الروض، لان كاين عندي اربعه ديال العنصر النسوي اللي خدام ليا هنايا، يعني ما كيدور عندي هنايا حتى شي شخص، حتى راجل ما تيدور عندي هنايا. انا تنخرج تنخدم، ملي تنخرج من تنخرج مع سته سبعه ونص تنخرج تنمشي عند تندير لا نافيت القنيطره، وعندي الوريقات ديالي وعندي الناس ديالي، كاينين لاجونس التكنيسيان اللي تيخرج معايا يوميا، تنكون عنده مع التسعود الصباح تنكون عنده. حنا الرود هنا تيحل حتى التسعود، وانا التسعود كنكون تما في قنيطره. كاينين الاثباتات، كاينين عندي ما الحمد لله، ربي كبير، ربي كبير. واللي جات هذا الابتلاء هذا قلت لي حنا مرحبا به. هذا الشيء اللي وقع ما عندنا فيه لا 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 نقه ولا جمال. دابا ما نقدرش انا نحكم في الطفل ولا شي حاجه. الطفل راه مع والديه، راه والديه هما اللي مسؤولين عليه، هما اللي غادي ربما يقولوا شنو تقول ولا شنو ما تقولش. ولا الطفل باقي عنده خمس سنين، يعني راه الوالدين ديالو هما المسؤولين عليه. احنا ما نعاتبوش الطفل، الطفل يقول اللي بغى. دابا تنشوفوا حنا راسنا، حنا شنو كاين عندنا، شنو عندنا حنا، شنو حنو الداخل ديالنا شنو كاين. هادشي اللي كاين، شي حاجه اخرى راه احنا ما تنطلبوا والو. احنا خصنا نعرفوا غير شكون الجاني، شنو اللي كاين، شنو الامر اللي واقع اللي خلى هذا الامر يوقع. حنا السيده جات قرات عندنا شهر ونص تقريبا، شهر ونص تقريبا، شهر شهرين ونص، شهرين ونص، شهرين ونص اللي قرا عندنا وصافي. وجات دات الولد ديالها فاذا بها تفاجأ الحد اللي داز، الحد اللي قبل منه، ان البوليس جاي تيديني. قلت لهم مرحبا، مشينا معاهم والحمد لله حتى البوليس متفاهمين الوضع وتعاوننا معاهم، واللي سولوا عليها تنجاوبوها لهم الحمد لله، وكل شيء قائم بالدور ديالو. لا البوليس، لا الناس ديال سميتو الوكيل ولا شي حاجه، كلشي قام بالدور ديالو. ومن تكون الامور غدا هكا راه حتى واحد ما يخاف، يعني الحقيقه تبان. وهذا الشيء اللي كاين. والسلام عليكم.